لما تباطأ جيشنا في اجتثاث أولئك الأعراب؟ وما يجري في ذي قار سيرهب العرب كلهم ويعيدهم إلى أعتابك مطفئي الرؤوس. أيها الأعراب، أنا القائد جلبسين قائد الأكاسرة، جئتكم لمنازلة فرسانكم واحدا واحدا. وإن كنت قد نزلت عما أنا فيه إلى هذا النزال فلأن لي عليكم شرطا تقبلون به. إن هزم فرسانكم في هذا النزال وربما رحيل بينكم وبين القتل، فتخرجون من هذا المكان ولكم الصحراء أحفظ لكم حياتكم. وإن هزمت وقتلت ويلك وتجرؤ على مثل هذا القول؟ عليك به يا عم.